في المنهاج البيضاوي، وما زلنا مع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. وهذه قيود، وهذه القيود من أهمية بمكان، لأنه قال ما كان مقدورا، والذي ليس بمقدور لا ينزل هذه المنزلة. قال وجوب الشيء مطلقا، قال علماؤنا مطلقا احترازا من الوجوب المقيد بشرط كالزكاة، يعني وجوبها متوقف على النصاب ولا يجب تحصيله، هذا باتفاق. والجمعة متوقف على الجماعة والإقامة في البلد. طبعا الجماعة هنا في على الخلاف المشهور بين العلماء في مسألة العدد، وإن كان حقا يعني خلافا للجماهير أن العدد ليس مشروطا في هذا الباب. وقوله كان مقدورا احترازا من قدرة العبد على فعل ودعياته المخلوقتين لله تعالى، لا تتم الواجبات المطلقة عليه كالصلاة وغيرها إلا بهما، ولا يجب تحصيلهما ولا توقف الوجوب عليهما، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والذي لا يتوقف عليه الوجوب إما أن يكون مقدورا أو لا، فغير المقدور لا يتحقق معه وجوب الفعل إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وحينئذ يصح وجوب غير المقدور مما يتوقف عليه الواجب، فلا صح اشتراط كونه مقدورا. فلذلك لم أرى له مثالا على ما قال بعض الشراح في هذا الباب. الحق أن الأمثلة التي ضربنا الأمثلة في هذا الباب على الكلام في العبادات وأيضا في العقود. أما في العبادات كما قلنا بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إن لم يكن تمكين الرجل من السجود إلا أن يركن على الجدار أو يضع يده على الطاولة مثلا حتى يتمكن من السجود الذي جاء وفق الشرع، يجب أن يفعل ذلك. وإن لم يفعل واختل ركنه فهو آثم وقد لا تصح صلاته، إذ لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعند من قال بأن سد الفرج واجب وأنه مؤثر في الصلاة، وأن البعض قال أن عدم سد الفرج يبطل الصلاة، لأن الإنسان قال ما لي أراهم كالخذف بينكم، يعني كخراف اللي هو صغار الغنم بينكم، فقال بعض العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الفرج، وقال من سد فرج رفع الله به درجة حتى عنه بها خطيئة وبين له خسرا في الجنة، وقد أمر بسد الفرج. وظاهر الأمر للوجوب، فيقول سحب الرجل من جانبه وتقديم قدمه على قدمه صارت واجبة. لما؟ لأنه ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. الحاج رمضان قال: وقيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما. هو الحق أن المختار في وجوب السبب والشرط، المختار ووجوب السبب والشرط، يعني ما لا يتم الواجب إلا بوجود سببه أو بوجود شرطه فهو واجب، يعني السبب يصير واجبا والشرط يصير واجبا. عليكم السلام وبركاته. وهذا الراجح. والجزء لم يكن مقدورا سقط وجوبه إذا لم يكن إذا لم نقل بالتكليف ما لا يطاق من ضرورة ذلك عدم وجوب الكل حينئذ. وإحنا قلنا ما لا يطاق يمكن أن يكلف به اختبارا للعبد لا طلبا للفعل، اختبارا للعبد لا طلبا للفعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعندنا قاعدة من الأهمية بمكان، وهي لا يسقط المعصور، لا يسقط المسؤول بما المسؤول لا يسقط بالمعصور، المسؤول لا يسقط بالمعصور. وهذا مستنبط أيضا من قوله: إذا فعلها وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقيل يوجب السبب دون الشرط، وقيل لا فيهما. وقد قيل لا يوجد مطلقا، لا يوجبه مطلقا، وهذه المذاهب التي حكاها المصنف الصحيح كما قلنا انه يوجب السبب وايضا الشرط، يوجب السبب والشرط. حاضر حبيبي ماشي. قال لنا: التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل لا يختص بوقت وجوب الشرط وجود الشرط، قلنا خلاف الظاهر. نعم ماشي حبيبي. قيل ايجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا، فإن اللفظ لم يدفعه. تفضل. وجدنا التكليف الشرط، ونقرر استحالة أنه بأنه إذا لم يجب الشرط جاز تركه، فنقدر هذا الجائز واقعا فيصير كالمعنى الثاني. وقيل يختص بوقت وجود الشرط
يعني هذا إرشاد إلى خلافه. والمعنى الثاني أن يكون التكليف حال عدم الشرط، وهذا هو المقصود على قسمين. أحدهما الثاني من المعاني يكلف وقت عدم الشرط بإيقاع إيش؟ بإيقاع المشروط حينئذ. ولا شك أن هذا تكليف بما لا يطاق، والاستحالة جاءت من تضاد متعلق التكليف ووقته. كتاب المنهاج البيضاوي، وصلنا إلى قول المصنف التكليف بالمشروط دون الشرط محال. اللهم أمين. اللهم أمين. رب احفظكم من كل سوء. فالأول هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه وهو محل الخلاف. احنا قلنا التكليف بما لا يطاق قد يكون من أجل اختبار صدق العبد، كما حدث مع إبراهيم عليه السلام بأن كلفه الله جل وعلا بذبح الولد، وهو ما كان مرادا أن يذبحه، المراد هو تسليم، تمام تسليم إبراهيم عليه السلام. نعم. والثاني مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الأحياء، فهذا تكليف محال. يبقى في فرق بين تكليف المحال وتكليف بالمحال. الأول تكليف المحال، لكن هذا تكليف المحال. نعم. واتفق العقلاء جميعا بأنه لا يصح، وقيل يختص بوقت وجود الشرط. السلام عليكم. ففي اعتراض الخاص مع الدليل المذكور بأنه لما لا يجوز أن يختص التكليف بالمشروط بحال وجود الشرط ولا امتناع في ذلك. غاية الأمر أن يقيد الأمر ببعض الأحوال لمقتض قام، هو الفرق من تكليف المحال. طيب، في قول تنبيه مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة، أو عقلا كالمشي للحج، أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، يعني إذا نسي صلاة ولا يدري ما هي الصلاة، هو نسي صلاة لكن لا يدري ما هي الصلاة، الظهر العصر المغرب، ما يدري ما هي الصلاة، فيصلي الخمس أحوط لأنه سيأتي على الصلاة التي لم يصليها، وهذا يدخل فيه تحت كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وواجب عليه أن يأتي الصلاة التي نساها، ويجب عليه ذلك، فحتى يصل إليها لابد أن يصلي الخمس. نعم. وإذا أتى على الخمس أتى على الصلاة التي نسيها، إذا أتى على الخمس فقد أتى على الصلاة التي نسيها. كالوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة هو ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني هذا دليل مستقل. الحق أنه وجوب الوضوء جاء بدليل مستقل، يعني الدليل له دليل مستقل، لكن استدل له أيضا بأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد يكون الواجب على ما يقاربه. ولذلك أنت ترى بأن الصائم لا يفطر إلا بعد غياب حاجب الشمس، معناه صيامه النهار فقط، يعني ليس له أن يصوم جزء من الليل، لأن الله ماذا قال؟ قال ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى للغاية الآن، لكن دخل الليل معه لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن أن يتأكد المرء أنه استتم صومه إلا بدخول بعض الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. مثال ذلك أيضا ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ولأن النبي لما سألوه أيصلي أحدنا في ثوب واحد قال أو لكلكم ثوبان، وقال لجابر عن الثوب الواحد إن كان
واسعا رحبا يعني فسيحا، فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وحال النبي صلى الله عليه وسلم وديمومة حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. يا عم بقى انت شايفهم يعملوا ايه؟ بس خلي بقى انتبه بقى. وقلنا قبل ذلك الوضوء شرط بصحة الصلاة، نعم. والرجل يكون واجدا للماء بثمنه، والأصل أنه لا يجب عليه شراء الماء. هنا نقول يجب عليه أن يشتري الماء، لكن بشرط أن يكون بثمن المثل، بشرط أن يكون بثمن المثل. كل هذه من هذه القاعدة المهمة التي ينزل تحتها جزئيات كثيرة. ضرب على ذلك فروعا في هذا الباب. قال فرع الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا. ألف اثنين هنا الآن، والمعنى يجب الكف عنهما. لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا، معنى على معنى أنه يجب الكف عنهما. والمعنى هنا بأن الرجل زيد دخل فوجد امرأته مع أخريات كلهن يشبهن امرأته ولا يستطيعن الكلام، يلا ما استطاع أن يفرق بينهما، حالة نيام أو حالة ذهول، المهم ما استطيع أن يفرق بينهن، فلا يستطيع، فنقول له كف عن الجميع، جزاك الله خيرا. ولأنه لن يكف عن الحرام إلا بذلك فواجب عليه أن يتركه، ولأنه لن يكف عن الحرام إلا بذلك فواجب عليه الترك للجميع. الثاني: إذا قال إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن ما لم يعين لم تتعين. لكن هنا في قول إحداكما طالق الفقهاء لهم في ذلك فروق، أن يختار واحدة، أن يعين واحدة كما قال هو، أن يعين واحدة، لكن إن لم يعين فعليه أن يتوقف، يعني المسألة راجعة إليه، إن عين قد انتهى بالتعيين، لكن إن لم يعين توقف حتى يعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.